مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. ونحن الان مع هذا السيد اللي مدة طويلة هو ساكن في المدينة القديمة، وللاسف الدار ديالو كانت عيلة للسقوط. فاش خرج منها كان خاصو ضروري انه يستفد وياخذ الاستفادة ديالو، ولكن للاسف ما خداش الاستفادة ديالو لحد الان من 2019، وهو طلع كيطلع وينزل على هذه الاستفاده وللاسف ما خداهاش. حاليا كيعيش التشرد هو والعائله ديالو. الرقم ديال الكشري هو 0652 49 60 78 0652 49 60 78. دافع لهم الدوسي. عندك جوج ارقام ياك؟ دافع لهم الدوسي. انت الشريف عاود لي النمره 3084 25 7. شحال باش خرجت؟ 19. شحال باش خرجت من الدار اللي كنتي ساكن فيها؟ هاهي انا خارجة في هاد 25/7/2019. يعني مدة طويلة وانت خارج، علاش مازال ما خديتيش الاستفادة ديالك؟ ما بغاوش، ما فهمتش انا كيفاش قيسها، كاع عطاوهم وانا ما عطاونيش. جيراني كلهم عطاوهم الديور وانا ما عطاونيش. كنمشي عندهم كيقول لي يا بخا حتى بلاتي باقي ما كاينش بلاتي حتى. والله يهديهم علينا وصافي. شحال وانت كتسنى مدة طويلة؟ كيفاش دوزتي هاد المدة في الشارع والوليدات؟ كنمشي عند الأصدقاء وعند نسابي مرة عند نسابي. ولكن أنت لإمتى غيبقاو شادينك هاد الناس؟ إوا تاليني تنشوف أش غندير أنا وياه. الله يهديهم علينا وصافي. شنو الملحقة كتمشي لها؟ كنمشي للمدينة صافي، كنمشي للمدينة القديمة المقاطعة صافي تمايا. ايوا دابا عيطت لهم يا يامس، عيطت على المقدم، عيطت على المسؤول، باقي ما كاينش باقي حتى. والله يهديهم الناس هذو والناس الاخرين عطاوهم، علاش عطاوهم هذوك وانا ما عطاونيش. حاليا فين كتعيش الشريف انت والاسره ديالك؟ غير متشردين؟ لا الاسره كل واحد في جهه. يعني متشردين؟ متشردين راهم ساكن عند والدي شي انا وبعد نسابين وبعد الاصدقاء ديالي برا. شنو النداء ديالك للمسؤولين؟ الإذا ديال المسؤولين يعطوني السكن ديالي، الدار ديالي يعطيوها ليا، هادشي اللي كان اي من حقي يعطوني. علاش ما يعطونيش انايا؟ هادي 60 عام وانا ساكن تمايا، من نهار تبنات البحريه الملكيه انا الاول كنت في البحريه الملكيه. ايوا بقيت تما، كنت تما، بقيت تما الى حد الان. وكون كنت شفار كون انا درت موبلات انايا، كانت المرسى عندي كلشي عندي، ما كنسرقش. ولكن بغيت النداء توجهوا للمسؤولين على منطقه المسؤولين الله يهديهم، يعطوني الدار ديالي، يعطوني الدار كيما عباد الله، راه كاع عطاهم السوارت، علاش ما يعطونيش انايا؟ علاش؟ خداو الاستفاده الناس اللي معاك، كانوا ساكنين معاك؟ ساكنين معايا، ساكن معايا كل شيء. خداو الاستفاده فين؟ اش من بلاصه؟ شي خاد في المحمديه، شي خاد هنا في كازا، ما عرفت فين جيت. ولاد صالح؟ اي ولاد صالح. ايوا وانا باقي، علاش؟ الله اعلم، كنمشي عندهم كنكون باقي حتى بلاتي حتى. تالي نادي حتى واش بغاوني ندير معاه؟ هما هنا ما قال لي الحال، واش بغاوني نجبد جنوية نبدا نحر؟ السلام عليكم انا عادي كيف لا يقلب عندي انا عندي 80 عام انا عادي دابا. ما كاينش هادشي، انت باغي حقك. باغي حقي، يعطوني حقي، واخا ما يعطونيش حقي راه غندير شي كعية. هذا الصراحة هي هادي. يعني علاش هذوك يعطيهم انا حقي؟ بالانفعال حيت الصراحة عيتي صافي يعطوني حقي، الله يهديهم علينا. الرقم ديالك الشريف شحال؟ 06-52-49-60-78 الزموري المختار. ياك 49 60 78 06-52-49-60-78. مش عطانا الشريف ماكرو. مشاهدي قناه شوف تي في كيف ما كتشاهدوا معنا، هذا السيد مده طويله هو كيتسنى الاستفاده ديالو، ولكن للاسف مازال ما خداهاش. دابا حاليا هو والاسره ديالو متشردين، النداء الوحيد ديالو هو السكن، كيطالب بحاجه وحده هي السكن ديالو باش ما يبقاش مرمي في الشهر. كاع الناس خداو، علاش هو ما ياخذ الاستفاده ديالو من حقه؟ نهار نهاراش 25/7/2019 دفعت الطلب وعطوني 3000. دفعت الطلب لمن؟ الوكاله الحضاريه. ومازال ما داروا معك حتى شي حاجه؟ ما كاين والو، نعيط عليهم دابا ما كيقولوا لي والو. يعني الله يجازيكم بخير مشاهدي قناه شوف تي في، بارطاجيو هذا اللايف 84 باش هذا السيد ياخذ الوكاله الحضاريه، باش هذا السيد ان شاء الله ياخذ الحق ديالو في القريب العاجل. ما عطونيش انايا، ما عنديش حقي انايا، مانيش مغربي انايا. لا بطبيعه الحال الشريف تاخذ حقك. عسكري الدوله كتحتاجني، كنصاوب ليها السلاح، نصاوب ليها كل شيء انايا. يعني كنتمنى الله يجازيكم بخير تبارطاجيو هذا اللايف باش هذا السيد ياخذ الحق ديالو. وهنا مشاهدي قناه شوف تي في، بقى لي الى نودعكم، نتلاقاو في بث مباشر اخر. بالسلامه عليكم.